ربنا لا يعلم في قلوبنا الا الذين امنوا سنجعلنا واياكم من العاملين بما نقول واسمع ولا يحصرنا في جمل اهل النفاق واهل الرياء ويعيدكم واياكم من الشرك الظاهر والشرك الخفي كما سمع صلاه ان بارك لكم في ابنائكم وبناتكم وازواجكم وزوجاتكم وان يهيئ للمؤمنين والمسلمين الله رشد يعود به ويردهم الى دينه ردا جميلا حسنا امين رب العالمين. قل مني نعمه خاطره صغيره عند الدقائق يعني انا كنت افضل ان اضل دعوه الى الخطبه كما هي اتمنى ان اكون اتاخر عن الدرس في دقائق اتحدث عن مساله الرضا. لماذا رضي جدي وجدك منذ 100 عام او اقل او اكثر ولم يرمح فيه؟ ليه الجد رضي رغم قله امكانياته والحفيد لم يرضى رغم كثره امكانياته؟ يتخيل انت جدك الذي كان يعلم يعني الحج منذ 100 عام ويظل ياتي من بلاد بعيده مثلا من المغرب ومن الصين ومن الهند ومن اوروبا او اليوم من وسط افريقيا يذهب الى بيت الله الحرام كم كان يستغرق في رحلته للحج ويعود سبحان الله او لا يعود. انت انظر الى تيسير الامر وانظر الى كم التأفف من الصغير والكبير من صاحب الحملة ومن صاحب الحافلة ومن رجل جوار الطائرة لأن الأمور قد ضاقت. لماذا كانت جدتك إذا نظرت في وجهها قرأت صفحات الرضا سور تقرأ في وجه الجدة الثمانينية والتسعينية والأكثر الرضا يقطر من وجهها تحب أن تنظر إليها حفيدها يملك تقريبا المقومات الدنيا كل شيء لكن غيره غيره متأثر إن أعطيته لا يأخذ وإن تأخرت عليه لا يصرف. البنت كذلك لماذا؟ منع من السر هل كثرة العطاء يتبخر أمامها الرضا وقلة العطاء يظهر فيها الرضا؟ أبدا. مسألة احترام قلب العبد رب العباد سبحانه وتعالى وبتنفيذ شرعه قدر ما تستطيع عندئذ يسكن الرضا قلبك. أنا عايز بعد ما توحد الله عز وجل وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيك خمسة أدوية للرضا. الله يا ابن الحلال ونعبد عنك بحلال صافي وصافي بناتي ايضا الذي يسمعنا الان لو قمنا بهذه الخمسه لاراحنا واصرحنا. اولا يجب ان اعلم انا وتعلم انت انه لا شيء في هذا الكون يسير الا بامر من الله. قول واحد يعني انت يعني كما قلنا في كم هدت وتوعدت وخطط ونظم فرعون لقتل موسى هل قتل موسى؟ لان الله عز وجل قال لا يقتل موسى وقال فرعون يقتل موسى فمن الغالب على الامر؟ فاعلم ان يعني اذا اصابك هم مرض ضمك دين حقوق ولد تمرد زوج نشوز زوجة أذى جارك حسن حق كل أمور غلب ظالم الناس تبتدي على بعضها البعض عندئذ ثق أولا حزنك لهذا الهم لن يحل حزنك على هذا الهم لن يحل حزنك على مرضك على ضائقتك المالية على فشل ولدك في الدراسة رجل أخذ ولده
الحقيقي، قد نريد ان نصل الى المدينه الفلانيه، تاخذ ايام. بعد ما خرج حلول قريته تعثر عثر الله الكبار الذي يحمل اثقاله في حفره فانكسر فيه. قرأ الولد ابن تعمر الشاب ابن مريم كيف يعني؟ قال يا ولد ما خبأه الله أعظمه في شيء. حمل الأب جزء من حمل الذي اعتاد على إقامة الأخلاق، وحمل الولد الجزء الثاني. بعد مدة إذا بقدر الرجل الشيخ كبير السن تجرح وصار يعرج وصار يتحمل، فحزن الولد واضطر ان يحمي الاحمال كلها على بعض. قال له الأب ما خبأه الله انما هو اعظم. الولد لم يفهم سعه الاقدار والامتحان. الانسان يصير كما قلنا في الخطبه كالطفل الصغير الذي يسير مع ابيه في الشارع والكهرباء ومش نور ومش كهرباء، ينسى من شده مخاوفه ووساوسه ان اباه يبقى. بعد مدة استراح من طريق نام إلى الحي الذي تلدى الولد، لا إله إلا الله، انطعم هو متأثر أصلا عامل زي عيال معاه، ابنه كان والده واخد عيل من عيال معاه، الولد تعطيه شو لك جزاك الله خير لأهلك، شو قبل إيدك اللي أعطيها؟ إيه ده؟ مية؟ أنا مش جايب إيه؟ تربيها أصلا، تربي أولادك رجليك في لا اله الا الله، لا اذا اعطيته قليل لا 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 واعطيته كثير لا يصح سبحان الله متمرد، لانه الرضا لم يزرع في قلبه. الولد قام الاب نفس الساقه يبني بآلته نزل الدم عشان يتخلص. قال يا ولد ما خطاه الله كان عبد، صار الولد يعرف الاب يعرف الاحمال على يعرف. تأخروا عن الوصول للمدينة التي يريدون ستة أيام. ذهبوا إلى المدينة فإذا من خمسة أيام أصابها زلزال لم يبق منها إنسان ولا حيوان على الأرض. فمن الغالب على الأرض؟ الإنسان يعني لحظات يمسح قلبه ويصبح فارغا كقلب أصبح قلب الإفادة إن كان لدون حضارة إيه؟ المس التراب. لكن يعني المس التراب تسري في جسده لغة السماء تصير أحرار. قال شاعرنا محمد حبان يا ومعدن ترابي ولكن صارت في نقله لغة السماء. إذا صارت لغة السماء خلاص صار يحسبها حسابا أخرويا من جيب الماء. ورأيت فقيرا فأردت أن أعطيه منها عشرة. بالنسبة لقلبي صار في جيبي كم؟ يبدو الحساب 90 صح ولا لا؟ بالنسبة للسماوي صار في جيبي 190 لأن الحسنة عند ربي العشرة أعطيتها دي مطالب بالعبادة زي بالظبط ابني. طرق الباب وليس معك مبلغ في جيبك، أمر الجيدة تدفع ثمنه، ولدي حبيبي اديني 100 ريال، ولدي خالد يا أبويا اديني 100 ريال أرجع حياة شرعية عادية، مع إن هو الأبو إيه؟ معقول أنا؟ بقول له إيه؟ خلي بالك هات المية ادفعها الرجل بكرة إن شاء الله أو بالليل أعطيك 1000. لو الولد نسب الفراق ولا رئيس ولا مية في الجيل ولا ايه؟ ولا بيقول عن بابول. بيطمني عن خالي المية على ابنك على كتفه كده. بيدور عليه السوق كده. الولد اللي نسب السماوي يقول له الله يبارك ابنك قال ان اتلاعب في الحوض الاخر. ابويا اصلا اعطاه. خد يا ابويا عايز سماء. هو لا ينطق. ولكن الله يكفر فما بالك برب العباد والله.
هذا الذي يدخل الله خيرا ويضاعفه له اضعافا كثيره والله يغفر له ويهدي له. اذا انت اول امر تغرس شجره الرضا اول ما تغرس على خمسه اعمال. العمود الاول لا يجري شيء في هذا الجو الا بالقلب وجهك. اصبر على الشيء لا يريد. قلقك على المرء لا يشفيك. توترك على سلاسل الليل زوجة جحا رأته ذاهب رايح جاي في الغرفة طول الليل حاطط لي وراه زي حالة كده رايح جاي رايح. لا ليته خير عملت لي مشكلة في ايه؟ قال لها جاري لو عندنا 50 دينار ووجب أداء هذا القرض وأنا ليس عندي البسيط لبس الخمار على الحجاب وقال دقيقة ويعود. قلت لها ماذا؟ كيف يعني هذا؟ قالت مجرد أنا رايح جاي الغرفة. ليه؟ راح يا أنت ليش عندي جوعة يا أنا 50 دينار قلت له أنت ما عندي السداد كان أبوك قلت له جوعة ما عندوش أبوك قال أبوك مين اللي راح يقول له أبوك؟ دخلت القلب حتى النار. رضا عليك ما تمشي زوجتك كانت عشان تروح تقول البنك ما ما عندي كل عنده 7 آلاف ومش يوصل هيجيلك شرطه تاني من الصبح اللي يوصل خير ده من الرضا. فاذا ثق عند التوقع والقلق الذي تزرعه في نفسك عند حدوث الامر لا يزيد ابدا ابدا لكنها اخبار الله. انت رجل مثلا تحب الطعام خلاص وقال لك الطبيب اياك ان تاكل لو 20 جرام من اللحم ممنوع النقره الصحاب وكذا وشاشه الاعراق عندك كذا والكوليسترول عندك عالي ويعمل لك قائمه بانك يعني مده الصلاه كام تاكل. في اخوه يبعثون على الموقع مجرد الاسئله ويا شيخ الشيخ وعضو من العلماء مع بعض يقولون في عهد الزواج دون الصلاحين. انت بتحلم. مش بالرضا. دون الصلاحين يعني كيف يعني؟ عين موظف عندي عند سن معينه يخلص منه. الله اعلم مين اللي يخلص منه. اللهم يطحنون. لا اله الا الله. الزوجه نامت وترى النفس المسؤولية فرأت في رؤيا أن القيامة قامت وأن زوجها يرجع في الجنة بجوار الحور العين. قامت مدفوعة من فزع. كيف يعني حور العين؟ صلى ركعتين يا رب أنت تعمل عن غير مزاحمة ولا يصلي السنة أحيانا يدخل اللهم عليك لا اله الا الله لا اله الا الله ده من الرضا لان انت زرعت عندها الرضا فحصلت على هذا التوتر المخوف. ده مش خالق امرنا في الدنيا ده مش عايز انت تاخد لا حول ولا قوه الا بالله على الله. اسال الله ان يرضينا جميعا. الامر الثالث او الرهينه الثالثه العبد المؤمن عنده يقين أن الله كتب له وهو في بطن أمه منذ أن كان 120 يوما عمره ورسوله. لا سبحان الله لا يستغفرون ساعة ولا يستغفرون. عمره ورسوله فقضية الرزق دي لما الطبيب يقول لك لا تأكل لحما آخر لا تحزن. ليه لا تحزن؟ ولا تغضب؟ ليه لا تغضب؟ لأن أنت وأنت في بطن أمك مقدر لك كمية من اللحم. أكلتها كلها. قدر لك مثلا عمرك 60 طن من اللحم. بس هو طن كم كيلو لحم؟ 1000 والله أكبر. 1000 طيب أنت أكلت 60 طن وفضل فيهم من رزقك 10 سنوات وباقي من عمرك 10 سنوات ربنا يهيئ اسرائيل المرض ويجيب الدكتور اللي هو دم ثقيل ده اللي جاب لك ايه؟ يا جاب لك ده هو الدكتور مسير من قبل الله كي يغلق
باب اللحم عليك لأن رزقك من السماء قد انتهى في هذا المال، ولكن لسه ليك حياة. إيه كده؟ يا روح الله يا عيسى عبارة بأمنع حوالين ألا تطلب لنا رجلا نعتبر منه الأموال؟ طبعا ما قد رأيت الواحد بإذن الله طار يحيي الموت بإذن الله. قال من أي زمن أنت؟ قال أنا من زمن النبي الله مات. ألف سنة. قال قل بإذن الله مات الحواريين بين سيد عيسى يتعالج. يا روح الله يا أبا الله اقعد معانا يدردش يقول لنا إيه الأخبار والحكاية والرواية والمكة شكله إيه وابن مهدك شكله إيه ويقول روح الكفرة. قال كيف نبني بيننا قد قتل على السحور من السلام؟ لو ظل هذا الرجل الساحة معنا وأراد شر تمام الماء اللي كتبه له ربنا في بطن أمه انتهى رزقه ولا ما كان؟ من يرزقه من عمله؟ هل رزقه غير الله؟ هل معطي غير الله؟ إذا الإنسان يفهم الأمور هكذا فأنت بالله كبير وأنت بالله رب. ليه؟ لأن الله عز وجل الرضا يصدر من عمله رضي الله عنه ورضوا عنه فرضا بنا من من؟ من الله. الإصلاح بينك وبين زوجتك يبدأ من من؟ من السماء. قال ربنا يعلم يا زوج الزكريا لو أصلحنا له زوجة فمن الذي أصلح؟ وأصلحنا بس هو عشان زرع خير إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رابعا رابعا وكانوا لنا خاشعين. الأمر الذي يليه في مسألة الأمور أنت لم ترزق بالأرض، لم ترزق بالأرض، لم ترزق بالأرض. في الناس لما يرزقهم البنات حديثة حصلت حقيقية من 20 سنة، رجل عنده 6 بنات فحمل الزوجة قال لا شوف بين على عائلتكم وقبيلتكم وعائلتكم لا يوصفون الا البنات، روحي عند امك ضعي ما في ضمك ان كان بنت الى اخر ساعه خليك عند امك ولا تاتي ان كان ولد في المعركه. نعم هذه الليله وراى ان القيامه قد قام وانه اخذ به الى النار فوجد ابوابا كانها والعياذ بالله النار السبعه وقال واحد من ثلاثة لا يصح. كل من ملائكة يجي يحكي الباب تقف أمامه بنت من بناته تسده وتقول هذا أبي لأبدون هذا أبي لأبدون هذا أبي لأبدون رقم إيه؟ 6. رقم 7 سبحان الله قدورة هبت النار من الباب من الذعر الصيفة فاتصل بزوجته الوضع تم كانت تدرس ندعي ربنا معنا من يكون بنت عشان خاطر عبد الرزاق. العبد يمكن ان يسكن ويميخ قلبه على باب الله يا رب لان رب العباد يقول يا هارون الهبه من الله لمن يشاء خلافه وبدا بايه؟ بما لا يحب العرب. لكن العرب المصري الموصول بالله ونسبه السماوي يحب البنت اكثر لأن رزقها ضعف السلوان وربنا بكر بها يا هارون كما من الله على عباده يا هارون لمن يشاء منها ويا هارون لمن يشاء يكون من الدين أو يزوجه بذكران وإناث الدين ويجعل من يشاء عقيم. الواو هنا للعرف الواو هنا للإيه؟ العرف يعني إيه؟ يعني هبة من الله أن لا يرزقك لا ولد ولا بنت. هبة من الله عطية من الله أن تقضى بما قصر الله بها بس إن رضيت بما قصر الله بها خلاص إذا رضيت وسلمت إذ قال له ربه أسلم ماذا قال الخليل؟ قال أسلمت لرب العالمين. يعني إيه أسلمت لرب العالمين؟ لما بارك الرضيع في الفرن الشرطة بتاعي عايزين يقولوا على واحد منهم يقولوا سلم نفسك اعمل ايه؟ ماذا أخر؟ يرفع ايه؟ يدين ايه اللي مرموش ايه؟ سلاح ولا غيره ولا يسلم نفسه؟ هكذا ولله المثل الاعلى ان تسلم نفسك لله رب العالمين. فاذا سلمت سلمت
يا سلام سلم، يا نفس خصري تتقلص واسلمي تسلم، اسلمي امرك الى الله ايها الخالق، لا تتمرد واظهر ما قسم الله لك. الامر الخامس من مساله الرضا ان العبد يعلم انه كلما شكر رب العباد على نعمه زاد الله فضلا، لان النعم كالدواب الدابة التي ليس لها قيد تهرب، والنعمة التي ليس لها شكر انما تهرب ولا تعود. يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك، فما من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله عندهم الا وزادت عنهم وقل ما عاد اليه مرة اخرى. كم من شعوب كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها طارئا من كل مكان فكفرت بأمر الله، استخدمت رزق الله ورضا الله وكرم الله في معصية الله عز وجل. فأذاق الله ليس الجوع والخوف، أذاق الجوع ولا خوف ولا مستقبل، أذاق حالة من الضر أجل ترى على العائلات وعلى الأسر وعلى الأفراد وعلى الدول. فإن العبد جد إيمانه بالله عن طريق باب الرضا